يسألون مين احنا، احنا اللي جمعنا أملنا، وطننا دايما على بالنا، احنا مستقبل الوطن، حلمنا فكرنا عملنا، ونجحنا دي بداية كفاحنا، ولسه في كتير قدامنا. ربنا يبارك لكم، انا بشكركم اخر شكر. العيال وهي خارجه من المدرسه بالكهرباء. طبعا احنا بنشكر كل الشباب اللي عملوا العواميد بتاع الكهرباء حفاظا على الاطفال الصغيرين اللي كانت بتعدي. عمرنا شفنا يعني حاجه اتعملت زي كده في عهد قبل كده غير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يسلم سياده الرئيس اللي هو قفل لنا الكهرباء ده عشان خاطر اولادنا. حاجة عملتوها عشان الكهرباء، إن الكهرباء دي كانت سبب الشارع والأطفال بتاع المدرسة بتتكهرب منها. شفت الشباب بعيني بسم الله ما شاء الله، شباب مهندسين ودكاترة. نشكر طبعا شباب الحزب اللي شاركوا في المبادرة دي، كانت مبادرة جميلة جدا جدا من الحزب. دلوقتي لا، في حاجات ملموسة على الأرض. عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب بيتحرك. كلنا كنا بنشتكي من موضوع العمدان، وكنا بنخاف على اولادنا وهم بيتحركوا في الشارع. جه شباب الحزب لقيتهم شغالين على ارض الواقع، اول مره اشوف حزب بيشتغل فعلا بايديه وبشباب. وبعدين وقفت اتكلمت معاهم لقيت ان هم شباب راقيه جدا. هو حرك شباب مصر كلها. طبعا الرئيس بيوجه كل حاجه كمان للشباب، انها هي اللي هتقوم بكل حاجه بعد كده، هي اللي هتبني، هي اللي هتعمل. بنشكر سيادة الرئيس على الحاجات اللي هو بيعملها للناس كلها. بقالنا 30 سنة ما شفناش حاجات ديت.